السلام عليكم شباب، اليوم جعلنا لكم مقطع جديد تسريبات نار. اول شغلة رح نبدأ مثل ما كم شايفين عندنا طلع العداد الحدث باللوبي، هيكون معنا بعد 9 ايام و6 ساعات مثل ما لكم شايفين. وطبعا طلعت معنا هاي الصورة اللي مثل ما لكم شايفين، الصورة هاي واضح فيها ان الروبوت اللي تكلمنا عنه بمقطع مبارح لما سكنات الباتل باس اتسربت. بما انه الروبوت تم تأكيده اكيد هاي السكنات اللي كانت موجودة في الصورة صحيحة، بس هاي بيكس يقول انه ما عدا سكن واحد واللي هو هذا السكن اللي شايفينه قدامكم، قال انه هو سكن ايتم شوب. وبالاضافة معنا يا شباب الحدث مثل ما قلنا لكم بعد 9 ايام، ولكن اللي بيحضر الحدث راح يجي له جوائز بالموسم القادم. الجوائز حاليا ما معروف شو هي، ولكن اللي حيحضر الحدث راح يفتح اللعبة بالسيزون الجديد اللي هو السيزون الثالث، تمام، وراح تاخذ الجوائز لانك حضرت الحدث. عموما تسريبات على الخفيف هيك، اتمنى المقطع يكون عجبكم، لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك، واهم شيء الكود الايتم شوب AKOO، والسلام عليكم.